سيد عبد الحفيظ في ارض الملعب ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. مرة أخرى برحب بيك زميلي إبراهيم فايق، برحب بضيوفك الكرام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. كابتن سيد ألف مبروك، فوز غالي، بطولة غالية، خاصة نقول ثلاث نقاط مهمين في مسيرة النادي الأهلي بطولة الدوري العام. الحمد لله طبعا على المكسب، والحمد لله على الأداء، والحمد لله على النتيجة. يمكن طبعا قبل المباراة بيبقى فيها عدة أهداف بتسعى إن أنت تحققها، يعني مهم قوي ان انت تكسب المنافس القريب منك، وده مهم جدا ان نشرحه للناس. مهم قوي قبل فتره التوقف ان انت تنهي بانتصار، مهم جدا قبل مباراه السوبر مع برضو نادي الزمالك ان انت تبقى الجوله الاخيره واخدها بمكسب. دي اهداف كانت مهمه جدا يعني ان انت تحققها النهارده، كلها اتحققت يعني الحمد لله. سيد يعني شايفين بعد المباراه ما خلصت على طول كنت بتحاول تلم لعيبه النادي الاهلي وتدخلهم لجوه، ايه اللي حصل؟ يعني ايه المشاد اللي حصل؟ شايفين الماتش ماشي كويس في المباراه الكبيره اللي زي كده، والمباراه اللي ما بين فرقتين كبار زي كده، يعني في حاجات صغيره مش عايزين نقف عندها ولا نسلط الضوء عليها، يعني المباراه بتاخد او الموضوع او الموقف بياخد ثانيه وخلصت، يعني ما تعرفش ايه اسباب ولا حاجه، لكن في النهايه الموضوع انتهى. يعني قبل ما اختم معاك او قبل ما اتكلم في النهايه، يعني لازم في رسالتين مهمين جدا جدا ان هم ان انا اوجههم. رساله لجمهور النادي الاهلي في الاول، من حقك ان انت تفرح، ومن حقك ان انت تبقى فخور جدا بناديك، بلاعيبتك، باعراقه ناديك وشخصيه ناديك واسم ناديك. عندك لعيبه على مدار الاجيال عندها شخصيه بتفرض نفسها على الجميع، فمهم جدا ان انت تفرح وتزقطط وتبقى سعيد جدا 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 بالروح العاليه اللي بيأدي بها لعيبتك. دي لجمهور نادي الاهلي. رساله لجمهور نادي الزمالك، يمكن اتقال على لساني او نسب ليا حاجات قبل المباراه وانا بقولها وانا كسبان، يعني ان انا قلت قبل اللقاء ان احنا هنكسب الزمالك ولو في الصين. الكلام ده ما حصلش ابدا، احنا بنحترم نادي الزمالك جدا جدا جدا، وانا كلاعب كوره عندي خبره في الموضوع ده. وقت المباراه اللي زي كده بيبقى ليها يعني حساباتها الخاصه، مش بالضروره تبقى الاحسن عشان تكسب. فعلى الجميع ان هو يعلم احنا بنكن كل احترام وتقدير لنادي الزمالك. التصريح ده مش منسوب ليا، لكن مش لا يمكن اقوله ابدا، لان احنا بنحترم نفسنا وبنحترم نادينا، ونادينا علمنا ان احنا نحترم الخصم، وخصوصا لما يكون بحجم هجمه نادي الزمالك. حققت الهدف من الدور الاول الى حد كبير جدا طبعا، الحمد لله رب العالمين. لكن ما تنساش ان في 17 مباراه جايه، فيها كتير جدا من الكلام، فيها كتير جدا من الشغل، فيها كتير جدا من العمل، لازم تشتغل بشكل كبير جدا. يعني كابتن سيد بمنتهى الامانه، انت طالعين فايزين بقى، عايزين ناخد منك اخبار يعني ايه كابتن سيد معانا، مش عايزين نسمع من زي ما انت بتقول يعني اخبار نسبت اليك خطا، احنا عايزين نسمع من مصدر الكابتن سيد عبد الحفيظ شمال سبيكلي، هل بالفعل وقع النادي الاهلي؟ بص، هي في مفاوضات بتنحصر دلوقتي، ولازم نكون فيها خطوه ايجابيه باذن الله في الايام اللي جايه ان شاء الرحمن تعالى ان شاء الله تعالى يعني. لكن خلينا ناخد الموضوع بمفهوم اوسع، يعني انت مهم قوي ان انت بتتفاوض مع النادي الاخر، ومهم قوي ان انت بتتفاوض مع اللاعب، لكن هي منحصره ما بين ثلاث اسماء بس. يعني هم يا ريت معلش يعني هننتقل عليك شويه، نقول لي الثلاث اسماء مين؟ لا خلينا بس يعني عشان ما يبقاش، ما ينفعش ابدا ان انا كمسؤول اقول اسم وما ينفعش ان هو يجي، يعني من الاسماء طبعا المطروحه بشكل قوي. يعني بيكلي بنسبه كام في النادي الاهلي كابتن؟ لا بنسبه ما اقدرش اقول النسب، لكن خلينا ناخد يعني خطواتنا وشغلنا زي ما انا قلت. يعني ختام الدور الاول انتهى، عندنا شغل هنعمله، شغل في عنصر جديد هيتضاف لينا، وشغل كمان في المعسكر او استعدادا للمباراه الكبيره جدا مع السوبر. زي ما انا قلت انت كسبان النهارده، لكن احداث المباريات الكبيره احداث بتختلف. عندنا مباراه اللي جايه لسه قدامها فتره طويله، ومنتخب بتمنى لهم التوفيق يا رب باذن الله، ويكون التوفيق حليفهم في كاس الامم الافريقيه، لكن مع نادي الزمالك برضه في السوبر. فباكد ودايما دايما دايما هو ده اللي باقي، يعني المباراه تكسب تخسر ده شيء وارد جدا في الكوره، لكن يبقى الاحترام هو اللي موجود، وخصوصا لما يكون في اسماء ليها رصيد عند الناس. يعني مبروك، شكرا. زميلي ابراهيم فايق ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ده كالعاده هيغلبنا مش هيقول مين الاسماء، لكن بنسبه كبيره شمال سبيكلي زي ما قال بنسبه كبيره في النادي الاهلي. عوده الى المقصوره واستكمال باقي فقرات استوديو التحليل. شكرا جزيلا يا عمرو. طيب